السلام عليكم. هذا جهاز غسيل فرش السيارات، الكراسي، بالشامبو البارد وبالرغوة، كما يوجد فيه خط خاص لتنظيف قزاز السيارات أو تنظيف الجلد. حنجرب كيف عملية الرش. أول حاجة طبعا عندك القطعة دي، القطعة هذه هنا بتركب اللي ده هنا وتوصل القطعة دي فيه، تركب هنا وبتشبكها هنا. تبدأ بعد كده عملية تعبي ده الشامبو من هنا، يتعبى ودي لازم تكون موصلة جوا. تيجي تشغل هنا، مجرد ما تشغل هنا يبدأ يرش الشامبو. هذه عملية ايه؟ رش الشامبو. طبعا ترش الكمية اللي تبغاها، بعد كده بتشغل الشفاف وتبدأ تشفط الشامبو في نفس الوقت، بترش وتشفط، كل الوقت يطلع. هذه عملية الرش. هذا الشامبو هو بيترش، اوكي؟ هذه عملية رش الشامبو. بعد كده بتشغل المكنسة هنا وهنا، عملية الشامبو البارد. طبعا هذا فيه اثنين مكنسه وفي جهاز رش الشامبو، هذا الجزء الاول في الجهاز. نبدا بعد كده نتكلم على الجزء الثاني في الجهاز. ضعيف الشامبو، تمام. هذه عمليه غسيل بالشامبو، تعمل كده، تيجي بعد كده تشفط بالشفاف هذا. واحد بالرغوه وغسلنا بالشامبو. الان حنجرب الطريقه الثالثه اللي هي ايه؟ تنظيف الاجزاء البلاستيكيه. اديني كده قطعه قماش جديده من هناك لو سمحت. قماشه اهي. بنعمل ايه؟ بنشغل ده الجزء ونبدا نرش، تروح وتجي تقفل وتجي بعد كده تمسح. صار ايش؟ الجزء ده نظيف ويلمع. ها تبقى تشتغل في جزء اخر، صار نظيف ويلمع، وممكن يستخدم كمنظف السيارة، كمنظف قزاز السيارة. فده الجهاز طبعا يديك شامبو ويديك رغوة ويعطيك مادة منظفة، اما تختارها للجلود او لقزاز السيارة. اربع خدمات فيه، يشفط ويرش شامبو ويرش رغوة ويعطيك مادة منظفة للسيارة.
هذا جهاز AW600. طبعا احنا استخدمنا الطريقة الأولى غسيل بالشامبو البارد، الآن هنسوي تجربة غسيل بالرغوة من غير الرغوة دي. طبعا بنشبك الكمبرسور الهواء في الخلف، بعد كده بتشغل دي من هنا ونبدأ نضغط. هذا هو الشامبو، شوف الشامبو، استنى يا ولد.